مرحبا، يعطيكم العافية. معكم دكتورة حنين من مجموعة الوادي الدولية في مادة الطب البديل أو الأعشاب، وهاي المحاضرة إن شاء الله راح تكون آخر محاضرة، لأنه أساسا هي هذه المادة فيها بعض الأمور اللي بتتعلق بالشرح، وأغلب الأمور اللي كانت تتعلق بشوية مفاهيم خلصنا منهم نوعا ما. هاي كلها قراءة ذاتية، وفي بعض المواضيع راح ألغيها. سامعيني؟ في صوت واضح؟ الموجودين بنان وسهام. آه تمام. أوكي. المرة الماضية لوين وصلنا؟ أخذنا الجروح والخدوش والخراريج. جفاف الفم، بنان أو سهام. متذكرين بالضبط لأين تخلصنا المرة الماضية؟ حلقة الفؤاد اللي هي الربو. في بعض المواضيع حكتب لكم إياهم خلال اليوم، لأنه امتحان يوم السبت بإذن الله في موعد المحاضرة. في مواضيع رح أشيلها، مش حتكون موجودة إن شاء الله، مش مهمة. كلنا بنعرف موضوع الربو. الله يخليكي بنان، أهلا وسهلا أستاذ عبد الكريم. رح نخليك يا أستاذ عبد الكريم ترتاح من الطب البديل، يعني نخلص لك إياها اليوم، والباقي بكون هاي المرجع عندكم. هي أغلبها قراءة ذاتية، خاصة موضوع الأعشاب هذا، لأنه باللغة العربية كمان شارح نفسه من نفسه، ما في إشي نقاط ممكن الواحد يتطرق لها من ناحية علمية. الربو، كلنا نعرف موضوع الربو أو الأزمة، صعوبة أخذ النفس أو التنفس. الربو أو الأزمة مرض تنفسي مزمن يسبب سعالا وكحة واحتقان بالصدر وضيق بالتنفس، وفي أحيان كثيرة توتر شديد نتيجة الشعور بعدم القدرة على التنفس. موضوع للأسف كثير شائك، موضوع الربو، ومنتشر بشكل كثير كبير. موضوع البخاخات الخاصة بالعلاج انتشرت كمان بشكل ملحوظ. كثير ناس للأسف بتهمل بعض الأعراض بتكون في بداية المرض، فبصير زي المضاعفات اللي هي الأزمة بالآخر، يعني زي بعض الستات خاصة في بعض المناطق النامية بصير عندهم نوع من الكحة الخفيفة، زي اللي بنحكي هاي مش عم بتخلص منها أو مش قادرة أتخلص منها، باخد علاج فبيحاولوا إنهم يهملوا
في ناس بتتخلص بتاخذ تبخيره، بتعالج نفسها بالاعشاب، بتعمل بعض الاحتياطات بالدفى، بالامور اللي انتم عارفينها من ناحيه تقليديه. في ناس بتهملها فبتصاحبها، وللاسف كثير في حالات حولت عندهم ل بعد فتره يعني سنوات لازمه او ربو، وصار المشكله عندهم تتفاقم. لكن احنا لو استدركنا اي مرض استدركناه من بدايته، ما بصير عندي هذه المضاعفات، وما بصير اني ألجأ للمضاعفات اللي بتضطر اني اخذ لها علاجات كيماويه بشكل مزمن. اعراضه هي بتيجي نتيجه تقلص الشعب الهوائيه بما يسمى برونكوسبازم. برونكو اللي هي الشعب الهوائية، سبازم يعني الانقباض أو التقلص، وهو عبارة عن ضيق مفاجئ يصيب الشعب الهوائية التي توصل الهواء إلى الرئة. وبينما يعد الربو وحمى القش نوعين مختلفين من أنواع الحساسية، إلا أنهما قد يتداخلان، خاصة لدى الأشخاص الأقل في العمر من 15 سنة. 90% من مرضى الربو من الأطفال لديهم حساسية، وهذه الحساسية هي اللي بتعمل حدوث النوبة الربوية أو ضيق التنفس. في ناس عندهم، أو زي ما بيحكي أطفال، فرط الحساسية بيؤدي إلى وجود. وأكيد طبعا لو بتلاحظوا أغلب أعراض الحساسية، أو لما نقول عن شخص صار عنده حساسية بنسلين فلنفترض، أو حساسية من دواء معين، أصعب درجة من درجات الحساسية اللي هي ضيق التنفس والاختناق، هاي بتكون في المراحل النهائية للحساسية، بخش الشخص في مراحل معقدة وكد يعني تستلزم دخول الإمرجنسي أو غرف الطوارئ. لذلك ممكن يصير في عنا سوء تشخيص، خاصة الأطفال اللي تحت 15، إنه ممكن يكون عندهم حساسية وإحنا نصنفهم بالأزمة أو مرض الأزمة. تمام. سبب تقلص الشعب الهوائية قد ينتج عن الحساسية، وهو أن الهيستامين، وهي المادة المسؤولة بشكل رئيسي عن أعراض الحساسية، تلعب دور في النوبات الربوية أيضا. ولكن هناك أشياء أخرى دون الهيستامين قد تسبب النوبات: مجهود بدني عنيف، تدخين السجائر، عدوى الجهاز التنفسي يعني يكون في التهاب، مواد كيميائية صناعية، الأسبرين فضلا عن الحيوانات الأنيفة، ممكن بعض الحيوانات تعطيني الحساسية، الملوثات داخل المنازل، السلفايت اللي بيضيفوا له كثير من الأطعمة، ولكن بكون تراكم في الجسم ممكن يؤدي لحساسية أو أعراض سمومية، يكون من أعراضها اللي هي ضيق التنفس، الضغوط العصبية كمان، القلق. هذه كثير أمور بتلعب دور في زيادة تدهور الحالة اللي بمر فيها المريض. الأعشاب، أكثر الأعشاب، حتى مادة الثيوفيلين، هاي صارت تعتبر مادة، صاروا يصنعوا منها طبعا مادة للأزمة، ممكن تكون عبارة، أو هي عبارة عن إنجكشن، أمبولات ممكن توضع بالبخاخة أو بارنترال. يعني يعالج الأطباء الربو بأدوية متعددة، ومنها الثيوفيلين، توسع الشعب الهوائية. هذه العقاقير التي تعرف بموسعات الشعب الهوائية عادة ما يجري تناولها بجانب أدوية استنشاقية، يعني البخاخات. إذا كنت مصاب في الربو فلازم إنك تتابع وتتبع إرشادات الطبيب، لأنه مرض خطير. هو بيحكي عن حاله إنه ما أخذ الثيوفيلين أو تناول الثيوفيلين، وهو بفضل إنه ياخذه من مصادره الطبيعية، البن والشاي، مشروبات الكولا المحتوية على الكافيين والكاكاو والشوكولاتة، كل هذه المشروبات أو المأكولات تحتوي على الكافيين، إلى جانب بعض المركبات اللي بتصلح في علاج الربو منها كمان. والثيوفيلين موجود بشكل كبير في الشاي نوعا ما. في الواقع تحتوي القهوة والشاي
والمشروبات الكولا واللي بتحتوي على الكافيين والكوك على ما هو أكثر من الكافيين، فكلها تحتوي على مركبين آخرين طبيعيين اللي هما الثايوبرومين والثايوفيلين، وكلاهما مع الكافيين ينتمي إلى عائلة من المواد الكيميائية تسمى إكزانثينز. تساعد هذه المواد في إيقاف التقلص للشعب الهوائية وتوسع المسالك التنفسية. يعني باختصار الإكزانثينز هاي جروب من الكيميكال سبستانسز. هاي الكيميكال سبستانسز إيش بتحتوي؟ على مادتين موجودين في أغلب المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين مثل الثايوبرومين والثايوفيلين، وبتستخدم في علاج الأسمى أو تقلص الشعب الهوائي. طبعا بقول لك إنه أكيد راح يكون في أعراض جانبية للكافيين والإكزانثينز. الكافيين بيعمل الأرق والتوتر، حكينا لأنه بيعمل تنبيه للجهاز العصبي، ولكن في الحالة الطبيعية الأعراض الجانبية للمركبات المضادة للربو أقل من اللي بيسببها الثايوفيلين اللي بناخده كيميكال عن طريق الصيدلية. تمام. الأعراض كمان ما بعرف إذا ذاكر العرض. المهم التوتر، ضعف التركيز، جرعات عالية ممكن يعطيني صداع وأرق، توتر وغثيان وضعف في الشهية، وجع بالمعدة ممكن يعمل لي تشنجات. لذلك بعض الأطفال أو بعض الأطباء ما بينصحوا بتناول الثايوفيلين اللي هو ميديكال مركز يعني للأطفال، خوفا من حدوث الكونفالجنز أو التشنجات اللي بتصير معاهم كأعراض جانبية في حال لو كانت زيادة في الجرعة. تمام. أكثر مادة بدأ فيها اللي هي الإفيدرا، وحكينا إنه الإفيدرا كتير كانت تستخدم في علاج الربو، وهلأ يعني بيستخرج منها مواد كيميائية اللي هي الإفيدرين والسودو إفيدرين اللي بيكون في أغلب الأقراص أو الشراب اللي بيتم وصفه لتوسيع الشعب الهوائية وإزالة الاحتقان. كمان ممكن نعتبرهم زي ما أخذنا في منشطات الجهاز العصبي إنهم هم منشطات للجهاز العصبي. السودو إفيدرين يستخدم على نطاق واسع لمزيل للاحتقان، مش شرط الاسم التجاري لأنه حدث ولا حرج قديش في أسماء تجارية. إذا استخدام السودو إفيدرين لعلاج هاي الاحتقانات ممكن يوسع الشعب الهوائية. كمان بقول لك إنه في له أعراض جانبية أكيد، لأنه هو بيعمل كستيمولانت، ممكن يكون عندي أرق وتوتر وقلق وزيادة ارتفاع ضغط الدم. لهيك الناس اللي عندهم ضغط أو ارتفاع في ضغط الدم بياخذوا هاي المنتجات بحذر، أو المفضل إنهم ينتج أو يحاولوا ياخذوها من مصادرها الطبيعية أفضل لإلهم حتى يتجنبوا الأعراض الجانبية اللي بتخص الإفيدرين أو السيدو إفيدرين اللي هي عبارة عن CNS stimulant بتنشط الجهاز العصبي وبتعلي الضغط. الستينجينج النتل أو القراص الشائك دواء آمن لعلاج التقلصات هاي، وبالتالي بيحسن من اللي هو التنفس من خلال مفعوله المضاد للهستامين، فبالتالي عنده شعبية في إزالة حمى القش والربو. كمان الحساسية، يعني باختصار بيتخلص من موضوع ضيق التنفس. اليانسون أو الشومر كمان احتوائهم على مواد كيميائية زي الكريزول والألفا بنين، هدول إلهم كمان تساعد في موضوع تخفيف الإفرازات. مرت علينا قبل هيك في التهابات الجهاز التنفسي، تخفيف الإفرازات هاي بيؤدي إلى طبعا إنه يكون في عند الواحد حسن أو جودة في أداء التنفس. لو كان التنفس في الأداء الطبيعي لكن في إفرازات، طبعا لو وجود بعض المواد الغريبة، طبعا لو وجود بعض الانفكشنز التهابات، ممكن هذه الإفرازات تعيق من عملية التنفس بشكل جيد. بالتالي شو ممكن يصير عندنا؟
صعوبة بالتنفس. هاي المواد الموجودة في اليانسون والشمار أو الفنل بتساعد في التخلص من هاي الإفرازات. وحكي عن مواد تانية إلها علاقة، عرق السوس، وحكى مرة عنه في موضوع تلطيف الحلق إذا كان في احتقان في الحلق تبعا لوجود مشكلة التنفس. غالبا لما يكون في عندي مشكلة في التنفس وصعوبة في أخذ النفس، فالإرهاق الجسدي خاصة في الجهاز التنفسي لحتى الجسم ياخذ النفس بصير في عندي نوع من الالتهاب. فهذا الالتهاب أو الاحتقان لو نحاول عرق السوس إنه يكون في نوع من التلطيف كمان بيساعدني على إني أتجنب أي مشكلة أو أي التهاب يصير من خلال هذا الجفاف اللي بأول الجهاز التنفسي. الجينكو حكينا قديش استخدامها في علاج أول شيء إحنا أخذناها في موضوع الألزهايمر وموضوع تنشيط المخ، لأنه هي بتزود من تدفق الدم في المخ وبتعالج السكتات الدماغية، لكن اشتهرت كمان في إنها بتعالج الربو والحساسية والتهاب الشعب الهوائية وبتنشط من الصفائح الدموية، أو في عوامل في الكبد بيتم من خلالهم تنشيط الصفائح الدموية، وهو بروتين يلعب دور في عملية تقلص الشعب الهوائية. الجينكولايدز إنه تركيزها بيكون منخفض في الأوراق، لذلك بقول لك لازم تاخذ كمية كبيرة من الأوراق حتى تحصل على كمية ضئيلة من المادة الفعالة، تركيز كثير منخفض. الطماطم والفواكه المالحة اللي احتوائها على فيتامين سي بتعملنا وقاية، لأنها عبارة عن أنتي أوكسيدنت كمان، وممكن كمان الفيتامين سي بيقلل من إفراز الهستامين. وكتير لما يصير في عنا نزلات برد أو احتقان أو أي مشاكل بتتعرض بالجهاز التنفسي بننصح الأشخاص بتناول الأطعمة اللي فيها فيتامين سي. فيها الفلافونويدز، هاي كمان مواد أورجانيك موجودة في النباتات، مواد هاي بتثبط عمل الهستامين وبالتالي بتخلصني من الحساسية. فيتامين بي 6 مش كتير مثبت يعني فعاليته. موضوع زيادة الوزن، أول شيء موضوع زيادة الوزن لازم إحنا يكون في عنا دراسة كاملة عن الهرمونات الخاصة في موضوع النمو أو هرمونات الغدة الدرقية، لحتى أنا أقدر أفوت في ريجيم معين أو استراتيجي معينة لتقليل الوزن أو تخفيف الوزن. هذا الشيء إحنا بنلجأ له لحتى زي ما بقوله نحاول نتخلص من أي مشكلة عضوية داخلية، حتى ما أنا أمشي في بروسيجر معين وهذا البروسيجر يكون على الفاضي ما يعطيني أي نتيجة. بالتالي أنا بعد ما أعمل هاي التحاليل تكون كلها تمام، ممكن أتناول بعض الأعشاب أو بعض المركبات اللي بتساعدني على إني أتخلص من زيادة الوزن. أول أعشاب كاتب لسان الحمل أو البسيليوم بذر قطونة، لأنه بيحتوي على بعض المواد اللي إلها علاقة في تنقيص الوزن، وجود الألياف الإسفنجية حكينا عنها، الميوسيلاج اللي طبيعته زي كأنها هلامية، فهاي المكونات بتكون موجودة في الأوراق حتى في بعض النباتات. إذا بتلاحظوا الخبيزة، إذا بتلاحظوا الملوخية، هاي النبتة بيكون فيها كمية من الميوسيلاج اللي هي الهلام، خاصة لما يكون في عنا تقطيع أو عمل بروسيسنج معينة لهذه الأوراق بسبب وجود ألياف إسفنجية. ممكن تكون بالأوراق ولكن نسبتها بتكون قليلة مقارنة بوجودها بالبذور. في كمان مادة في البذور اسمها بوليفينولز،
هذه سوري بالأوراق، هذه البوليفينولز بتتعلق في موضوع تنزيل أو تخفيض الوزن بس، هاي اللي بهمنا، مش ضروري ناخد بعض المواد. الفلفل والتوابل، في بعض الدراسات بتقول إنه لهم مساهمة في موضوع تنزيل الوزن، لكن أنا من وجهة نظري الطعام المتبل أو وجود البهارات ممكن يفتح النفس لإضافة المزيد من الوجبات. تشيكويد أو النجمية، الإيكي، البريموز الأخضرية كمان، يعني استخدامها حتكون قليلة يعني. هضم البروتين والدهون الموجود في موضوع البروميلين، هذا كمان ممكن يساعد الجوز، أو تناول المكسرات النية بيكون فيها مصدر غنية بمصادر البروتين، ولكن ما بتحتوي على، يعني بصراحة ممكن تناول الأعشاب بشكل ما يكون هالإشي فعال في موضوع تنقيص الوزن. كثير في ناس بتلجأ لأعشاب معينة لها علاقة بالإسهال، أو الشاي السيناميكا اللي حكينا عنه، لكن مع استخدامه وقت طويل ممكن يعطيني مفعول عكسي. لذلك في موضوع تنزيل الوزن أحاول أول شيء أنتبه على الهرمونات، بعد هيك أنتبه على الأكل، أنتبه على طبيعة الوجبة اللي أنا باخذها، على النشاط الفيزيائي اللي أنا بعمله، بالإضافة إلى بعض الأمور الواحد يتجنبها، الضغوطات العصبية، بعض الأدوية ممكن تزود الوزن. يعني باختصار له أكثر من عامل، ما بهمنا كثير نخوض في أعشاب لأنه في أمور أهم. السعال أو الكافينج، ممكن يكون السعال مصحوب لنزلات برد، وممكن يكون مصحوب لأي التهابات موجودة في الجهاز التنفسي، لكن السعال هو عرض مؤذي وكمان مزعج، لازم يتعالج حتى ما يصير في عنا مضاعفات لقدام، وكمان بيضايق يعني، حتى بيقطع النوم، ما بيكون في استراحة في النوم، الشخص ما بياخد كفايته من ساعات النوم، فبالتالي بيكون عنده يوم زي ما بقولوا ضارب، ما في أي نشاط لأنه ما نام الساعات الكافية. تمام، ممكن يكون السعال جاف، ممكن يكون رطب، يعني في معاه إفرازات البلغم بتم إخراجها بصورة فيزيائية مع الكحة أو الكافينج السعال. كولد فوت، حشيشة السعال، هي أكثر حشيشة بتستخدم في علاج اللي هي الكافينج أو التخفيف من حدة السعال. توسي لاجو يعني الكحة، هي هاي تحتوي حشيشة السعال على مادة كيميائية تسمى أشباه قلويات، المهم بايروليزيدين ألكالويدز، هاي مواد طبيعية موجودة في هاي العشبة. الجعرات الكبيبة تسبب هذه المواد تسمم الكبد، وقد تؤدي إلى سرطان الكبد في الاستخدام الطويل، لذلك يكون عند يعني في بعض الحظيرات، وفي ناس بتمنعها أصلا حتى تتجنب. البري أو البلسان موجود في السامبوكول، اللي بيتم استخدامه لعلاج السعال. كمان الزنجبيل، كثير الناس تستخدم السعال، الزعتر، الليمون، كمان إشي الورق الجوافة للسعال الرطب، طاردة للبلغم، اليانسون، هاي بيحكي لكن عن تجربة، موضوع ورق الجوافة جدا، موضوع ورق اللي هو جوز الهند، كمان الخشن، طبعا كله عبارة عن مواد نحطها في ماء مغلي، وهذا الماء مغلي نتركه مغطى طبعا لمدة ربع ساعة، وبعد هيك يتم شربه، كتير بيساعد في التخفيف.
المارشميلو، أذن دب، زهرة الربيع، القراص، عشب الندى. لكن في بعض الأمور بتكون زي ما حكيت في كل محاضرة بحكي بتكون مميزة لمرض معين. شفعة الشمس أو اللي بيسموها sun burn، حرقة الشمس، ممكن نستخدم لها الشاي على الجلد. وكلنا بنعرف الشاي كتير يستخدم كقابض، كمان ممكن يستخدم على تلطيف لأنه بيحتوي على التنين أو التانيك أسيد، وفي كمان الثيوبرومين اللي بيكون بيساعد على خفة السفعات أو الحرقة اللي بتصير. كمان في مادة اسمها الكاتيكينز تساعد على الوقاية والعلاج لتلف الجلد، ما يعني بتدهور من حالة الجلد في عند التعرض لضربات الشمس أو حرقة الشمس. وكمان موجود في البوليفينولز اللي حكينا عنها قبل شوي، تساعد على وقاية الجلد من الأشعة الفوقانسجية. الصبار وحكينا قديش عنه إنه ملطف أصلا للجلد، الهلام الموجود فيه كمان بيحتوي على مواد تساعد في سرعة الالتئام. في ناس بتاخد الهلام الموجود داخل الصبار وبتعمله، بتضيفه لبعض العصائر، ممكن عصير الجرجير، ممكن عصير، هم ما له طعم ولكن بيستفيدوا من المواد اللي فيه. بلاك نايت شيد، عنب الذنبل أو الذنب الأسود، كمان يستخدم في موضوع سفعة الشمس عن طريق عمل لبخة، ممكن من الأوراق الخضراء يعملوا لبخة للحروق. الخيار، كثير ناس بتحط الخيار بعد ما تروح على البحر ويصير في عندها ضربة شمس، بتحط الخيار على الوجه حتى يعطيني نوع من التلطيف. الباذنجان، لسان الحمل، البندق الساحرة، يعني بالإضافة إذا طيب السكتة الدماغية، لو بدنا نحكي عن السكتة الدماغية كمان بصراحة الأعشاب في موضوع السكتة الدماغية، ما في حدا بكون عنده سكتة دماغية وبروح بلجأ للأعشاب. فأنا من وجهة نظري المنطق إنه أعالج الأسباب اللي بتأدي للسكتة الدماغية، زي مثلا التوم، وقلنا قديش علاقته في تنزيل ضغط الدم والوقاية من نوبات القلب، بالتالي ممكن يمنع السكتة القلبية أو وجود الإسكيميك هارت، أو عفوا برين ستروك، يعني هذا اللي له علاقة بنقص الأكسجين على خلايا المخ، بالتالي ممكن تعمل لي تجلطات. الجينك وحكينا اللي هي توريد الدم لخلايا المخ، وعلاقة الجينكو في موضوع التخلص من السكتات اللي بتصير في الدماغ. رجل الأوز، لاحتوائها على الكالسيوم، والكالسيوم ودوره في موضوع، حتى في جروب من الأدوية اللي بتعالج ضغط الدم لها علاقة بكالسيوم شانل بلوكرز، تمنع طبعا تعمل بلوك للريسبتورز الكالسيوم، فبالتالي هي تصنف جروب من الجروبات اللي بتعالج ضغط الدم. الصفصاف وقلنا عنه أكتر من مرة، السل، هحاول إن شاء الله اليوم أو بكرة بالكتير أبعت لكم الموضوع، أما حبعت بس المواضيع اللي ما تقرأوها، ما يعني مش كتير مهمة. وهاي الكتاب عندكم، بأي وقت حبيتوا تتثقفوا عن أي موضوع فيكم ترجعوا للكتاب
بين إيديكم. سن اليأس مش كتير مهم إني أنا أعالج الهرمونات بموضوع الأعشاب، وقد يكون ممكن بعض الدراسات أكدت، لكن مش هالشكل اللي كتير متقبل عند السيدات، يعني مفعوله مش راح يكون بمفعول الهرمون اللي بتم إنتاجه. شحاد العين أو الالتهاب اللي بصير في العين، كتير بنقول عن العين فيها انفكشن أو صار فيها بقعة حمراء، ممكن تكون داخلية وممكن تكون خارجية، هاي اللي بنسميها الشحاذ، ممكن يستخدم فيه علاج بعض، يعني بعض الأعشاب تعالجه، ولكن العين نحاول دايما إنه ما نلعبش في موضوع العين أو ندخل مواد حتى لو كانت طبيعية، ممكن يكون هذا التركيز يعمل لي آثار جانبية ومشاكل أنا في غنى عنها للعين. الزعتر، البابونج، كل ذا نظام كمادات توضع على العين، التوم. اللي هي هذه الحساسية أو الشري اللي هي بصير عند الواحد، بعض الحساسية اللي بتصير من، ممكن تصير من النباتات وممكن تصير من الحيوانات، بس إن هذا ممكن يعالجه نفس المواد اللي بتعالج الهيستامين أو اللي بتعالج الحساسية بشكل عام. عشيشة الجوهرة، والأنتي هستامين بشكل عام. باركنسون أو الشلل الرعاش كمان هذا ممكن يعالجوه من خلال بعض النباتات. طبعا كلنا بنعرف إنه في موضوع الشلل الرعاش بيكون في نقص في المواضيع اللي بتخص شو ممكن الواحد يحكي عن موضوع في بعض الأدرينالين والأمور اللي لها علاقة بالهرمونات هي اللي بتتعلق في موضوع الشلل الرعاشي أو الاهتزاز أو الهزة اللي بتصير للناس بشكل عام. ممكن كمان الفول له قدرة على علاج أمراض مختلفة، ممكن الشلل الرعاشي تمام. البازيلا أو لها علاقة في موضوع الدوبا أو مادة الدوبامين في المخ، تأثير أو تركيز هذه المادة في المخ هي اللي بتلعب دور في موضوع التحكم في الحركة أو في حالة الشلل الرعاش، بصير في عندي خلل ما بين الدوبامين والأسيتايل كولين نتيجة لتلف خلايا التي تنتج الدوبامين، يعني الدوبامين بيكون إنتاجه قليل، لذلك أنا باخذ مادة الدوبا كمادة دواء، يعني حبة أو أقراص، فهي ممكن تعطيني الدوبامين في الجسم، هو فعلا علاج بيصرف لمرضى الشلل الرعاش، بالتالي هاي المادة بتعطيني الدوبامين في الجسم، بصير في عندي نوع من الاتزان ما بين الدوبامين والأسيتايل كولين، وبالتالي بحد من تدهور حالة الشلل الرعاش أو الأمور اللي إلها علاقة بالحركة. بقول لك البازلاء والفول بيحتويوا على يعني بعض المواد زي الألدوبا، ممكن يحتوي على الكولين وكمان بيحتوي على الليسيثين، هذول المواد اللي هم فعالية في القضاء أو منع تدهور حالة هذا المرض. فيلفت بين أو الفول المخملي زي البازيلا بيحتوي على الدوبا،
اللي بتتحول للدوبامين، البريموز أو اللي هي الأخضرية، كمان بيحتوي على الألدوبا. باختصار الألدوبا هي السر فيها، اللي بيعالج لي عدم الاتزان ما بين الدوبامين والأسيتايل كولين. الجينكو وجود مواد فيه الفلافونويدز، زهرة الآلام الباشن فلاور، هارمين وهارمالين. هدول المواد وين موجودة؟ هدول مواد موجودة في نبتة زهرة الآلام، وهاي كمان المواد تحتوي على فلافونويدز، أو النبتة تحتوي على فلافونويدز، بالإضافة إلى هدول المادتين اللي بيستخدموا لعلاج الشلل الرعاش. عشبة القديس إن النيكوتين اللي بيكون موجود في هذه العشبة يزيد من إفراز الدوبامين. لذلك حتى بقول لك إن الغرائب إنه المدخنين أقل عرضة للشلل الرعاشي. إنزيم اللي هو الماو إنهبيتورز يقلل الدوبامين، فإنه من المنطقي إنه تعطيني. يعني باختصار إنزيم الماو المونو أمينو أوكسيديز هذا عبارة عن إنزيم، هذا الإنزيم بيقلل الدوبامين مش المونو أمينو أوكسيديز إنهبيتور. إنهبيتور يعني مادة بتثبط شغل الإنزيم. فإذا كان الإنزيم أساساً بيقلل الدوبامين، أنا لازم أخذ له اللي بتثبطه اللي هي الماو إنهبيتورز، فبالتالي بيزيد عندي الدوبامين ويقل الشلل الرعاش. زي النيكوتين، النيكوتين عبارة عن ماو إنهبيتورز، فبيشتغل لي عكس الماو اللي هو الإنزيم اللي بيقلل الدوبامين في الجسم. لذلك المواد المضادة للماو إنهبيتور، سوري لأنه متعارف على طول بنحكي ماو إنهبيتور، لا هي هذا إنزيم موجود في الجسم، أنا لازم آخذ مواد مضادة اللي حكيت لكم مونو أمينو أوكسيديز إنهبيتورز. هي مجموعة كبيرة من الأنتي ديبريسانت، وحكينا عن مضادات الاكتئاب بالأول وعلاقتها بالسيروتونين وعلاقة التريبتوفان والأمفيتامين في هذا الموضوع. موضوع كتير يعني شائك، اللي بهمني أعرف إنه عشان أنا أقلل من الماو لازم أخذ مادة اسمها ماو إنهبيتورز، اللي هي بتكون مضادة للاكتئاب، فبتلعب دور كبير في إني أقلل من أعراض الاكتئاب، وبالتالي أقلل من كمان قصة الرعاش وتكسير الدوبامين. هاي بيريسين الموجود فيه. تذكر أن مضادات الماو النباتية والدوائية إذا أخذت إذا أخذت تتفاعل مع بعض الأدوية والأطعمة يجب تتجنب. وحكينا كمان مرة، هي بعيد، لازم نتجنب الكحول والأطعمة المدخنة والمخللة وأدوية البرد وحمى القش والأمفيتامين والمنومات والتريبتوفان والتيروسين، هذول عبارة عن أحماض أمينية. لا تأخذ هذه العشبة كمان إذا كنت حامل والتعرض الشديد للشمس، لأنه بتعمل فايتوسنسيتيفيتي أو سوري فوتوسنسيتيفيتي، حساسية الجلد للضوء أو خاصة اليو في لايت اللي جاي من الشمس. بالتالي أنا لازم أتجنب أخذ هذه المواد مع هدول المركبات. موضوع الشيخوخة تطرق للأنتي أوكسيدانت فقط، هو هذا اللي بيقلل من وجود أو تدهور حالة الجلد أو تقدم سن البشرة. الجينكو حكينا عن موضوع الجينكو، توريد الدم، الجينسينج خاصة في موضوع الذاكرة وتنشيط المخ. يعني كل من كتر ما مرت علينا هاي الأعشاب صرنا مجرد ما نشوف المرض نعرف شو النبتة من خلال مرور النبتة علينا أكثر من مرة. يعني إحنا نشوف المرض نعرف على طول، أنا والله بدي أعالج الشيخوخة، خلاص لا بدي أشتغل على الأنتي أوكسيدانت، لأنه الأنتي أوكسيدانت هي اللي بتعالج الشيخوخة، بتعالج السرطانات، بتعالج كتير أعراض لها علاقة بأمراض معينة. بالتالي أنا بربط عرض بمرض، فبالتالي بربط معاه النبتة اللي بتعالجه، لأن بديهيا من كتر ما مر عليا هاي النبتة صرت أعرف إنه احتوائها على الأنتي أوكسيدانت بشكل كبير ممكن يعمل مفعول.
حكينا عن البريموز، حكينا عن التوم ووجود تأثير عليه، تأثير له عفوا في تبطيء عملية الهرم وضعف الذاكرة. طبعا كنا بنعرف التوم يكاد أنه يذكر في كل مرض. جوتو كولا اللي كانت تستخدم في الهند لإطالة العمر، الكعيب. الكعيب أكثر تأثير مباشر على الكبد، بيؤدي إلى حماية الكبد، فبالتالي لما أنا أحافظ على صحة الكبد بالتالي بحافظ على شغل الكبد المتعلق بأنه بتخلص من السموم، بتخلص من العقاقير، وبيستخرجها بيعمل لها إيش، تكسير أو ميتابوليزم. النعناع والرجلة والزعتر، الصفصاف والبابونج والقصص هاي كلها بتأثير خفيف. عادة موضوع الصداع عالج السبب لحتى تعالج العرض، لأنه هو مش مرض. الصداع كنا بنعتبر إنه الصداع عبارة عن عرض ناتج عن مرض، لازم ندور عليه ونعالجه. 90% من الصداع بيكون نتيجة التوتر، يعني الضغط النفسي يبدأ من خلف الرقبة أو الرأس ويمتد خارجيا ببطء ويحدث ألما بدون خفقان، يعني هو بيكون طبعا مؤذي جدا، ولكن تحديد مكانه كتير مهم حتى نعرف شو سببه. 10% اللي بيتبقوا اللي هو الصداع النصفي أو الألم في نصف الرأس، ممكن يكون الصداع العنقودي أو يكون صداع نتيجة انقطاع الكافيين، هي نتيجة لفتح وإغلاق الأوعية الدموية، يعني بيكون فيها نبضات الأوعية الدموية الموجودة في المنطقة، بصير فيها زي الكونتراكشن والريلاكسيشن في منطقة الرأس، فبالتالي بتصير الأعصاب الناقلة للألم. وكلنا بنعرف شدة الصداع النصفي وقديش بيعمل لي، زي بصير تحس إن الراس بينبض، كتير بيعمل غثيان، استفراغ، ممكن يكون يعني الواحد حتى مش عارف يفتح عيونه من كتر الصداع. قلنا بأسباب معينة بنمر بهاي الحالات للأسف، يعني أسبابه مش كتير معروفة، لكن في بعض الحالات ممكن يكون في عندها السبب مؤلم أكتر عند الستات، خاصة في موضوع أو الأعراض اللي بتيجي ما قبل الدورة الشهرية، ممكن صداع أثناء الولادة، ممكن يختفي عند بعض النساء في سن المينوبوز. ورق الغار أو الغار لاحتوائه على البانثولايدز بيعالج، لكن خلينا في موضوع المايجرين، أو ممكن يكون اللي هو في نبتة اللهم صل على سيدنا محمد، ما علينا ممكن تمر، اللي يكون الصداع النصفي معروف إنه شقيقة أو صداع نصفي، ممكن يلجأ لعلاجه بنبتة معينة بتعطيني المادة الفعالة اسمها مايجرين أو ميجرا، أكيد كلكم مر عليكم هذا الاسم. بحاول أجيب على ممكن كمان السلسلين أو المواد اللي لها علاقة بالسلسلات كمان تعالج هذا الموضوع، زي الأسبرين، يعني الفينايل ألانين للي بيعانوا من الصداع المزمن، توم. الصدفية والأمور هذه، سورياسز. دايما موضوع العلاجات الجلدية أو الأمراض الجلدية بتاخد وقت وجهد عند البني آدم، لدرجة إنه بتخليه يكره كل العلاجات بعد ما يشفى من المرض الجلدي، بسبب لأنه بده طوله تروح، يعني بده متابعة، بده التزام كتير، في احتياطات لازم الواحد يتجنبها لما يكون في عنده، خاصة الصدفية، لأنه
هاي الطباع مؤذية، بتلعب بالنفسية بشكل مش طبيعي، التزام بالعلاج لحتى إنه نحصل على النتيجة. وعم يحكي عن بعض النباتات اللي إلها علاقة بعلاج الصدفية بسبب وجود بعض المواد فيها إلها علاقة بالأنتي إنفلاماتوري، الخاصية اللي بتكون فيها. ممكن بعض المواد اللي إلها علاقة في وجود بعض الفيتامينات زي الفيتامين إي، وكلنا بنعرف فائدة الفيتامين إي للجسم أو للجلد بشكل عام. الصلع ومشكلة الصلع عند الرجال بشكل أكبر من السيدات، لأنه له علاقة في بعض الهرمونات. اللي لها علاقة بالذكورة. العشب يمنع، أو الأعشاب اللي راح تشتغل على هذا الموضوع تمنع تحويل هرمون الذكورة إلى المهدرج منه، اللي هي بتستخدم في موضوع التضخم البروستاتا. قد تقتل بصيلات الشعر مما يؤدي إلى الصلع الذكري. شفتوا كيف ربطوا الأمور في بعض؟ يعني الأعشاب اللي بتحتوي على مواد تمنع تحويل التستوستيرون إلى داي هيدرو تستوستيرون، هذه المادة اللي بتعمل تضخم، وخدناها في تضخم البروستاتا، وإلها علاقة جدا قوية في قتل بصيلات الشعر، بالتالي الصلع. لذلك الصلع منتشر عند الرجال أكثر من السيدات، تبعا لهذا الهرمون الموجود أكثر عند الرجال. ذاكر بعض الأعشاب اللي بتعالج موضوع الصلع، مروا عليهم. موضوع طفيليات الأمعاء جدا مهم، وكيف نفرق بين علاج بعض الطفيليات اللي إلها علاقة بالأميبا، اللي إلها علاقة ببكتيريا لا هوائية. كمان هذا الموضوع في ممكن يكون سوء تشخيص عند بعض الناس، تعطي دواء غلط، تعطي دواء ممكن يستخدم لعلاج مرض تاني. وأدق شيء اللي هو الأميبا اللي بصير من خلال الأنتاميبا هيستوريتيكا، اللي بتم انتقاله عن طريق المية الملوثة. ممكن يكون كمان منه سبب يعطيني الجارديا، هاي كمان بتسبب الأعراض. موجودة في المياه الملوثة، الحياة البرية الملوثة، الطفيليات هذه موجودة بشكل كتير كبير، تعمل مشاكل كتير مؤذية، حتى ممكن تتدهور لسيريوس، يعني حالات شوي خطرة بتتعلق في تشنجات. كان في حال لو لا سمح الله ما تمش علاجها ممكن يتأدي إلى مشاكل في الأعصاب الطرفية. كمان هذا الموضوع لازم نتجنبه بعلاج هذه الطفيليات اللي بتغزو الجهاز الهضمي، تبعا لسوء استخدام أو عدم نظافة، أو الهيجين بيكون معدوم في بعض الدول اللي ما بدنا نقول متخلفة ولكن فقيرة. الكينيا هو المصدر العشبي لعلاج الملاريا، اللي هو الكوينين. في ناس بتقول عنه كينين وفي ناس بتقول عنه كوينين. هناك أكثر من 20 مركب في الكينة فعال إلى بالإضافة للكينين والكينيدين، وكلهم بيساهموا بدور كتير كبير في علاج الأميبا أو التخلص من الأميبا. كتير هذا خاصة موضوع الملاريا في جنوب أفريقيا أو الدول الفقيرة في جنوب أفريقيا، وتم تحضير منه هذا الدواء اللي هو الكوينين أو الكوينيدين، طبعا أخذوه من العشبة. البربرين الموجود في الختم الذهبي كمان اكتشفوا فعاليته للإنتاميبا أو للأميبا. عرق الذهب
يعني احتوائه على السيفالين، هذا زي الانتبيوتيك، والديهايدرو إيميتين والإيميتين، هدول موجودين في هاي النبتة، كمان إلهم دور في موضوع التخلص من هاي الطفيليات. البابايا حكينا عن المواد اللي بتكون في البابايا والأمور هاي. خلينا ناخد بريك ونشوف، يعني هلأ بدي أحاول أجرد معاكم أو نحكي عن من البداية شو الأمراض اللي ممكن تكون مهمة تحاولوا تركزوا عليها بعد طبعا الميدترم. ما رح أجيب أي سؤال من ما قبل الامتحان اللي أخذناه بالأول. تمام، 10 دقايق إن شاء الله وبنرجع نكمل. هاي يا جماعة، مرحبا. بصراحة الموضوع كثير متشعب. أنا بدي أحاول ما بعد الشرح اللي أنا انشرح أو اللي حكينا فيه، يعني ما فيش انشرح بصراحة، كله مكتوب، إنه أركز لكم على بعض الأمراض. سيلف ريدينج يعني تقروها لحالكم، لكن مش كتير موضوع يعني كيف متعلق بالامتحان، هذا متعلق في أمور بتخصكم أنتوا في حالك تكونوا درسوها، يكون عندكم المعلومات. وزي ما قلت لكم الكتاب موجود، أي وقت بتحبوا ترجعوا له أو بترجعوا له ما في أي مشكلة. لكن شايفين هون في بعض الأمراض تم تعليمها أو التركيز عليها نوعا ما، هي أخذنا هذه الأمور كلها لعند تقريبا، وقفنا لعند إشي معين أيام الامتحان النصفي. التدخين، التجاعيد، البرود الجنسي. راح أبعث لكم قائمة إن شاء الله على الجروب غالبا إن شاء الله بإذن الله اليوم بكرة على أبعد تقدير. ممكن أكتب لكم إياها مع ورقة أو أبعث لكم إياها ورقة مكتوبة بالإيد، النشول اللي تتجنبوها خلال القراءة في موضوع القراءة للاختبار يعني. لكن زي ما قلت لكم الكتاب معاكم، تقدروا ترجعوا وقت ما بدكم على الأمراض وعلاجها. لكن بعنيني نوعا ما الأمراض اللي لازم نتجنبها. في أمراض لازم نركز عليها أكثر شيء، أنا هحاول أكتب اللي تتجنبوها، ممكن لأنه ندرة وجودها، ممكن لأنه منطقيا علاج الأعشاب اللي لها ما إلها الفايدة الكبيرة في حالات متقدمة، أو ممكن يكون مجرد دراسات ولم يثبت نجاعتها أو لم يثبت صحتها بشكل كبير، أو في ممكن أمور إحنا ما كثير بتهمنا كأمراض، مثلا في شغلات لها علاقة، مرت علي متلازمة مثلا الإرهاق المزمن. كنا بنعرف الإرهاق المزمن له علاقة في نقص عناصر غذائية و و و أنا لو بدي أخذ أعشاب وما عالجت مثلا فيتامين دي مع الفاضي ولا كأنه عمل مفعول. العدوى الفيروسية مثلا مشكلتها مع الفيروسات، لازم يكون في عندي دواء يشتغل على قتل الفيروس أكثر من إنه يوقف نموه أو يطرده أو أمور كتير بديهية. لو بدنا نركز مثلا في هرمونات سن اليأس عند الستات وشو ممكن يعالجه من النباتات، كمان هذا الإشي راح يكون مش منطقي، بطيء، مش حيعطي هالمفعول العالي جدا. هذا الإشي كمان من ناحية منطقية مش
مش كتير عقلاني. الجروح والخدوش والخراريج منيح، ممكن يعني تفيدني لقدام، شو ممكن أستخرج. بعض الأعشاب تفيدني، الحلق التناسلي مثلا والقروح الباردة مش مهم بالنسبة لإلنا، تكبير الثدي مثلا. في كمان الانقطاع الطمث اللي له علاقة في الهرمونات عند السيدات، البرود الجنسي عند الستات، البلوط واللبلب والسماق، هاي النباتات اللي راح تعمل لي مشاكل في الجلد، الماكيولر. كمان هدول الأمور مش كتير مهمة بالنسبة لإلي، فراح أكتب لكم بعض القائمة فيها بعض الأمراض ما تدرسوا فيها، خاصة في هذا الاختبار. الاختبار إن شاء الله يوم السبت، بكرة ما في محاضرة، خلاص ما فيش داعي إنه ناخذ من وقتكم، كله عبارة عن يعني كلام 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 فيكم يعني بشكل تثقف هيك عام، قاعدين في مواصلات، في إشي تحصلوا على المعلومة بكل سهولة. فإن شاء الله بنشوفكم على خير يوم السبت، وبكون امتحان مفعول زي امتحان نص الفصل، وإن شاء الله بكون أسهل بإذن الله لعند الإمساك. تذكرت، إيه والله بنان يعني أنت، مش عارفة أنا من غيرك شو بدي أعمل. إن شاء الله كمان هيك نتشاوف أو بنحدد موعد هيك نطلع سوا بإذن الله، ونتعرف على بعض أكثر. من زمان يا جماعة، فكرة بنان موجودة بإسطنبول، وأنا التقصير مني إنه ما أشوفهاش، بس والله يعني هيني بظروف البلد وظروفنا هون، جراي بجراي الحياة، والكل الواحد مشغول، لكن والله أنا بشرفني وبسعدني دايما. كمان كل طلبتي يعني إني أنا أكون معاهم، حتى عندي درس أوفلاين في سهام معانا هون، تيجي معايا بالدرس هذا، له علاقة بالفسيولوجي والأناتومي تشريح. بنبسط كتير لما أكون فيس تو فيس وأتعامل مع البشر من غير شاشة. فإن شاء الله بنتشرف بمعرفتكم جميعا، واللي برا اسطنبول إذا بيجوا على اسطنبول يتواصلوا معي، رقمي موجود على على الجروب طبعا. وإن شاء الله إنه مواد تانية لسه في الطب البديل حسب ما بلغوني الإدارة، إن شاء الله بنرجع بنشوفكم، بس تكون في مواد هيك فيها شوية شرح ومعلومات أقدر أفيدكم فيها، بالإضافة إلى المعلومات اللي عندكم نفيد بعض. وإن شاء الله كل خير، وبتمنى لكم التوفيق في كل شيء مش بس بالاختبار، وإن شاء الله يومكم سعيد ونهاركم سعيد وويك إند منيح، بس أنا ما بأجز يعني إجازتي طول الأسبوع ما عدا الويك إند. يعطيكم العافية، والله يسهل عليكم ويكتب لكم الخير، وإن شاء الله ربنا بيكتب لنا نصيب نشوفكم بإذن الله. يعطيكم ألف عافية.